السلام الله عليكم خوتي المغاربه، تحياتي لكم، حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، الموضوع ديال البدويه ونادى حاسي اليوم الجلسه في المحكمه، زيد على السريعه عندها حتى هي الاستدعاء، ما خرجاش لينا في تصريح المغاربه باش توضح لنا الامور. هادشي كامل، هادشي القنوات ديال التفاهه اللي هما واصلين القنوات ديولهم كله، وفين واصل؟ هل لي مليون؟ هل لي 3000؟ هل لي 300000؟ هل لي 400000؟ وكيعطيونا بواحد التمثيل اللي هو على الاطفال الصغار وهادي. اذا هنا ما كاينش المحتوى عند المغاربه. بعض القنوات المغاربه اللي دابا داروا يد في يد، ولات القضيه ديال بوكريشه والسريعه راي عام، فحنا كنخرجوا وكنتكلموا بصراحه وبتدقيق على هاد القضايا اللي ولاو كيتكلموا عليها جميع صغير وكبير، والقضيه ولات ماشي ديالهم، ديال المغاربه جميعا. كنعرفوا بان الام سعاد كانت كتقذف وكتسب من عند طرف سعاد، من عند طرف هاد السريعه اللي هي بارعه في السب والشتم. والخرجه اللي خرجه لي البارح ديال شنيتي كان اللي كانت خرجه انتحاريه، اللي ما عرفاش كيفاش دير فيديو وتكلمات بان الولد ديالها كان مع ايه على قبل كيديها غير القهوه ويجيبها. كيفاش طفله صغيره 13 سنه كتمشي مع واحد القهوه؟ وهذا الكلام خطير اللي قالت لك المؤامره اللي تامروا عليه بس صيفطوه. اذا هنا القضاء يحيى القضاء والله الوطن الملي. كنتمنى تخرج لنا السريعه خرجات باش تقول لنا الحقائق والمستجدات المتتبعين والراي العام والمغاربه اللي كيتبعوها في هذه القضية. علاش اختفيتي؟ خرجي وقولي الاستدعاءات اللي كاينين من طرف سعاد لك وللأبناء. خوتي المغاربة، خواتاتي المغربية، حياكم الله وبياكم والجنة مثواكم. كتعرفوا بأن الشنيتيكا كتضرب في سعاد البارح على قبل ديك الطفلة آية اللي تغتصبات، اللي عام هو كيتمارس عليها الاغتصاب، اللي تكلمات عليها هاد شنيشيكا. واش انتي مرا كبيره باش تصلحي ما بين الاولاد؟ كتبيني الاولاد بان الام ديالهم خايبه. وراه القضيه ديال البارح كاريزما كانت، اعتذر، كانت كاريزما الجلسه ديال بوكريشه بانه ما جاش من السجن الى المحكمه، ولكن المحاميه ديال كاريزما اجلات الجلسه حيت بوكريشه بغى التنازل من عند كاريزما. الكاريزما ما بغاش تعطي التنازل ديالها لبوكريشه، ف تاجلات الجلسه. وراكم عارفين هو عنده 12 الجلسه ديال الضرب في القضاء، ثم من مصدر موثوق منه بان شنيتيكا والسارعه والعاقه مشاو عند المحاميه ديال كاريزما باش ياخذوا التنازل، ولكن كاريزما ما بغاش تعطيهم تنازل. اذا هنا خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، كيف ما كتعرفوا بان السارعه عندها استدعاء وما قالت والو، وهاد القنوات اللي كيستحمروا في بعض المواطنين اللي حنا مغاربه احرار والله الوطن الملك. كنتمناو من المغاربه فيما كيكون شي واحد طاغي او مجبر كيدير ويد في يد وحده وكيخرجوا خرجت رجل واحد، ولكن مازال العاطي العاطي. هذه القضيه غيتفجروا منها مسائل ومواضيع وقنابل اللي هي خطيره، اللي هي كنتكلموا حنا بدون لغه خشب وبمصداقيه. فين القنوات اللي هما دابا من الى كل من هب ودب كنتكلموا على اي قناه؟ حنا ما كيهمنا حتى شي شخص بعنوانه واسمه ومن معه. انا كنقول بان هاد القنوات نشروا لنا غير الفساد والعري، ونشروا لنا مواضيع تافهه اللي كيتفرجوا فيها المغاربه خارج ارض الوطن، اللي ولاو كيحشموا باش يقولوا هاد الفيديوهات راهم ديال المغاربه. حنا كنتبرؤوا منكم كما تبرأ الذئب من دم يوسف، ولكن هاد البلاد عندها الرجال ديالها وعندها الناس ديالها، وديما الله الوطن الملك حتى النخاع. وكنحبوا سيدنا وحنا وطنيين وملكيين. اخوتي المغاربه، كما كتعرفوا هاد الفيديو ما غنمونطيه، ما كندير والو، كنبارطاجي مع خوتي وخواتاتي المغاربه كيف ما كان الموضوع وكان الفيديو، حيت هذه هي المصداقيه. وخوتي المغاربه ما طولتش عليكم، حياكم الله في فيديو جديد ومعطيات جديده، والقضيه غاده وكتزند سريعه. خرجي بتصريح بلايف باش نعرفوا بان عندك عنوانك
المصداقية. كيف كتعرفوا البنات ديالها الصغيرة فاطمة بأن دارت بها شكاية الأم ديالها سعاد باش ترجع عند الأم، ومن حق الأم سعاد باش تاخذ البنت ديالها. إذا هنا خوتي تال هنا أنا نوقف معكم، سلام الله عليكم، وديروا جيم وأبوني باش نفوت صافية طلوني. سلام.